لا تنسى الإعجاب بالفيديو واترك تعليقا لنعرف رأيك. شارك هذا الفيديو مع أصدقائك ولا تنسى الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلك كل. أهلا وسهلا بكم. 15 سؤال وجواب عن الصحابة، معلومات جديدة ومفيدة. 1. من حواري الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا تنسى مشاركة الفيديو مع الأهل والأصدقاء لتعم الفائدة. الجواب الزبير بن العوام رضي الله عنه. 2. من الصحابي الذي لقب بسيف الله المسلول؟ اكتب الجواب في التعليقات. الجواب الصحيح خالد بن الوليد رضي الله عنه. 3. من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب الصحيح حسان بن ثابت رضي الله عنه. 4. من الصحابي الذي لقب بذو النورين؟ الجواب الصحيح عثمان بن عفان رضي الله عنه. 5. من خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب الصحيح أنس بن مالك رضي الله عنه. 6. من مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب الصحيح بلال بن رباح رضي الله عنه. 7. من الصحابي الذي لقب بسيد القراء؟ يمكنك مشاهدة الفيديوهات السابقة على القناة. الجواب الصحيح أبي بن كعب رضي الله عنه. 8. من الصحابي الذي لقب ببتراء؟ الجواب الصحيح علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 9. من الصحابي الذي لقب بالفاروق؟ الجواب الصحيح عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 10. من الصحابي الذي لقب بحارس الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب الصحيح سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 11. من الصحابي الذي لقب بغسيل الملائكة؟ الجواب الصحيح حنظلة بن أبي عامر. 12. من الصحابي الذي لقب بأمين الأمة؟ كافرة. من هما؟ الجواب الصحيح أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. 13. من الصحابي الذي كانت تستحي منه الملائكة رضي الله عنه؟ لا تنسى تقول رأيك في الفيديو وشاركه مع الأهل والأصدقاء لتعم الفائدة. الجواب الصحيح عثمان بن عفان. 14. من آخر صحابي توفى من الصحابة رضي الله عنه؟ الجواب الصحيح أنس بن مالك. 15. والسؤال الأخير اليوم، من الصحابي الذي تعادل شهادته شهادة رجلين؟ صلى الله عليه وسلم. ولا تنسى أن تقول رأيك في الفيديو. الجواب الصحيح أسامة بن ثابت.